سمة أخرى هي مدة العقوبة. مدة العقوبة 90% حكم عليه بالسجن لمدة تقل عن 6 أشهر. وأرجو كل المحققين أن يلتفت مرة أخرى على أن العقوبة قصيرة الأمد. ما هي الغاية التي توجد لها داخل المنظومة الجنائية وخاصة في على قضية الحداثة؟ هل 6 شهور؟ هل 3 شهور يمكن أن تربي حداثة؟ أترك لكم السؤال أو الجواب عن السؤال المطروح عليه. إذا 90% حكم عليه بالسجن لمدة تقل عن 6 شهور، 10% بست شهور، 26% حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 شهور وسنة، و 17% حكم عليهم بالسجن لمدة عام، و 90% لفترة تتراوح بين عام وعامين، و 12% بين سنتين، و 12% أيضا لفترة تتراوح بين سنتين و 5 سنوات. مدة العقوبة عندها واحد القياس جدا، هي عندما نربطها ببرامج التكوين والتأهيل. مدة ديال التكوين داخل المؤسسة السجنية في بعض المهن تتبلغ سنة، عندك الحدث بحكم 6 شهور. أي تكوين يمكن أن نقل الحدث ونتحدث على إدماجي. عندك بعض المرات بعض التخصصات، تخصص كهرباء مثلا، الشخص محكوم 3 شهور. أي تكوين يمكن أن نعطيه لهذا الحدث لموضوع داخل مركز الإصلاح لهذا التكوين حتى يمكن أن نؤهله ونعطيه شهادة ممكن أن تساعده على إيجاد عمل. إذن العقوبة وبرامج التهيب، ربما العقوبة في واد وبرامج التهيب في واد آخر.